في طليط، كل ما ادوس في حته اتعصف في حاجه. ايه ده بس يا مستر جوني، دول اطفال، امسحها فيا. امسح فيكي ايه ولا ايه؟ انت اساسا مش هتكفي. اديني ربع ساعه وهتلاقي الاوضه دي فله. كام داون انت بس؟ كام داون ازاي يعني؟ انزل تحت. دازنت جيت ات. كام داون يعني اهدى وروق. كام داون او بيبي. اوكي انت لدغه ولا هاتمه؟ لا انا بس يعني غصب عني هتلاقيني بتكلم انجليزي في النص عشان يعني كنت عايشه بره. بره الفصل ما كنتش بتحضري الحصص. باد جيرل. ربع ساعه والاوضه دي هتلاقيها بتبرق. طب والنبي انجزي عشان انا بجد تعبان جدي، لسه جاي من السفر. شكلك طاير فعلا. طاير؟ هو انا فلات قوي للدرجه دي؟ عموما انا راجع من السفر كاوتش. طب بقول لك ايه؟ لو عايز تقعد تتفرج عليا وانا بنظف خليك. ايه الممتع في كده يعني؟ هتعملي ايه يعني؟ هتنامي على مسامير على ظهرك ولا هتنطي من حلقه النار ولا ايه يعني؟ على فكره انا عندي محتوى هيعجبك قوي. مش باللمس، في حاجه اسمها بوك. انا عموما هكام داون لحد ما تخلصي اللي بتعمليه وبيكلميني. راحتك راحتك يا قمر.